بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان أينما وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطير إلى حضراتكم ونطير عبر الأثير في حلقة جديدة من برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم جميعا، ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. أهلا وسهلا، وأهلا بكم في حلقة جديدة. أهلا بك وكل من يحبون أنا من المشاهدين والمشاهدات. أود أن أخاشم فضيلتكم في هذه الحلقة بعض الشيء، أو نعود أدراجنا إلى النار والعياذ بالله، إلى جزء منها، إلى الحديث عن النار، ولا نعود أدراجنا إلى النار. بارك الله فيك. قلنا سنخاشم بعض الشيء يعني. فهل تسمح لنا في توكل على الله يا بني. في العودة إلى الحديث عن النار والعياذ بالله، عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم وجميع المشاهدين المستمعين منها. اقتربنا من الجنة، ولابد أن نسلط الضوء على آخر من يخرج من النيران، من النار، عذاب النار، وذهب إلى الجنة. من هو وما تلك القصة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آخر من يخرج من النار. إذن في تحديد، آخر من يخرج من النار، يعني في إذن تحديد لشخص معين، لا، أو لهوية معينة أو لإطار معين، أو كده، لكن في واحد آخر من يخرج من النار. الرسول يعرف ماهية هذا الإنسان. هل هو شخص أم تكييف وضع؟ يا ربما، لكن في الظاهر أنه شخص. سبحان الله. آخر من يخرج من النار اللي هو احنا قلنا عنهم عصاة الموحدين. قال نظر أيمن منه فلم يرى أحدا. وأيسر منه أو أشر منه لم يرى أحد، فوجد نفسه وحيد هو الباقي. قال يا رب أخرجني من النار، لا تجعلني أشقى خلقك. سبحان الله. أنا الوحيد في هذا المكان. يعني يقول الله عز وجل إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر. قال لا يا رب. قال أخرجوه. قال فخرج حبوا. حبوا من النار. فلما وصل تقريبا على الحافة نظر إليها وقال والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. سبحان الله. كرم. الله أكبر. بمجرد أن خرج منها وصل إلى حافتها. فلما وصل إلى حافتها ينظر يمينه فلا يرى إلا النار، ويسار لا يرى إلا النار. الله أكبر. قال يا رب لا إله إلا الله، اصرف نظري عنها أو اصرفها عني، مش لا يريد أن يراها. يعني المكان الذي فشلت أنت فيه والعياذ مثلا، أو رأيت فيه شيء معين، أو المستشفى التي ذاق ابنك فيها شيئا معينا، أو ابنتك أو حبيب لك، لا تحب أن تمر من نفس المكان. فما بالك بالمكان الذي رأى فيه ألوان العذاب. قال عبدي ما أغدرك على الوعد. لا إله إلا الله. ألم تعهدني ألا تطلب مني شيئا؟ قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال اصرف وجهه عن النار. وكأنه يتذلل لله سبحانه وتعالى. من له إلا الله. لا إله إلا الله. الله لا شيء. صرف وجهه. لما صرف وجهه عن النار إذا به يرى عن بعد أو عن كثب شجرة وارفة الظل، تحتها ظل ظليل ونهر جاري
وريح تميس بأفنانها هكذا. فأمر لا يستطيع يعني يقول رواة الحديث وجد ما لا صبر له عليه. سبحان الله. لا أنا حتى الله لا أطلب، لكن هذا إنسان يقول أنت في حر الصيف وتسير في الحرات الشمس اللافحة وتجد غرفة مكيفة ما شاء الله وماء بارد وظل ظليل بالله عليك يعني طالع محترق من النار محترق. قال يا رب انقذني أستمتع بظلها وأتنسم هواءها وأشرب من مائها. قال عبدي ما أغدرك على الوعد، ألم تعهدني ألا تطلب مني شيئا آخر؟ قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، انقلوه نقلوه. الله ظل بهذا نحن نروي الحديث بالمعنى، وإن أراد الإخوة الرجوع إلى صحيح مسلم ولكن نستطيع أن أرويه بالنص، لكن يعني نأخذ يعني المعنى العام. ويجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يجوز رواية القرآن بالمعنى. روايات الحديث بالمعنى يعني نقول قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى أو كما قال، حتى وإن كنا من الحفظة أو كما قال، خشة أن يعني أن إيه أن نقول كلمة على رسول الله لم يقل صلى الله عليه وسلم. فالمهم ينتقل من شجرة إلى شجرة أجمل إلى شجرة أجمل. المرحلة الثالثة من الانتقال وجد نفسه قريبا من الجنة. سبحان الله. يرقيه الله في فضله وينقله الله في كرمه. فلما جاء عند الشجرة الثالثة رأى نفسه قريب من الجنة. نعم. قال رب اجعلني على بابها، بس ليس لطالب يعني لا يطلع في الدخول، ويعني أن يكون بواب على بابها. يا عبدي ما أغدرك على الوعد، يا رب لا تجعلني أشرق. قال انقذوه. قال فلما وصل إلى بابها ضرب بعينه هكذا دخل فهاله ما راه. نعم. الأبواب مفتحة، هو كان في النار. صحيح. وبعد بس يتنقل، والله لو لم يكتب عليه الموت مرة أخرى لمات من شدة الفرح. يا الله. فيتنقل لغاية ما جاء على الباب نظر فلا صبر له، يا رب أدخلني إياه ولو من داخل، أنا لا أريد من داخل عتبة. سبحان الله. يا عبد ما أقدرك، يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال سوف أعطيك فيها ملكا كحجم الدنيا أو كملك الدنيا. شو الدنيا كان حجمها إيه؟ الله. نعطيك في الجنة زيها، وده أقل وقت آخر واحد خارج من النار. فنظر قال يا رب لقد ملكها أصحابها، أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ شو الدلالة على الله وصدقت فيه؟ لا إله إلا الله. رب أنا ملكها أصحابها، دول سبقوني بمئات وآلاف السنين، سابقون وبعدين دخلوا فيها وخلاص واستقروا، وأنا خلاص يبدو أن هو ذهنه أن قطعة أرض وقد وزعت. نعم. فسبحان الله. المهم قال وسوف أعطيك 100 ضعف من ذلك، من حجم الدنيا. حجم الدنيا. الله أكبر. وهذا أقل إنسان. فمن شدة اضطراب العبد قال إذن أنت عبدي وأنا ربك. الله. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أنت عبدي وأنا ربك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث ابن مسعود يضحك، فقال ابن مسعود أتضحك وأنت تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لما يضحكك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب من عبده. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم دخل تقبلها الله تبارك وتعالى. هو الرجل يعني سبحان الله حصل له يعني ما لا يستطيع أن يصيغ كلمات. نعم. هو من شدة الفرح أخطأ، خرج عن حدوده. فهذا هو آخر من يخرج من النار. وهذه تدل إيه اللي نستفيده من الكلام؟ أن العبد لا ييأس أولا من رحمة الله، ولا يمل من دعاء الله، ولا يستكبر أي شيء على قدرة الله الكبير سبحانه وتعالى، كبير متعالى. يعني اطلب من الله ما تشاء. يعني سيدنا موسى يقول يا ربي استحي ان اطلب منك شيئا صغيرا، يعني الله كبير اطلب منك. قال يا كريمي لا تستحي ان تطلب مني ثمن الملح، ما تستحيش. سبحان الله. من يعطيك الا هو الله. خلاص يعطيك الصغير والكبير، بس لما تسال العظيم خلي همتك عاليه، هل همتك عاليه. فلا ييأس الانسان ابدا من الدعاء. وإذا رأيت أن دعائي غير مستجاب فالأفرح. لماذا؟ لأن الله يريدني أن أقف على بابه أكثر. الناس تيأس يا فضل. لا 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 يعني سبحان الله، يعني أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. الله يحب أن أسمع صوت عبده، فلو أعطاه ربما
لم يعد قريبا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مس فذو دعاء عريض سبحان الله، ذو دعاء عريض سبحان الله، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفت ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سلم يا رب. فمن رحمة الله إيه أن يخليك يعني على بابه كي لا تمل، تتعود الصبر. وليت الصبر دي إزاي؟ يعني لا نجزع من تأخر السماء في ولا نقلق الجزاع. ولا نقلق ليه؟ لأن المنع من الله عين العطاء، عين العطاء سبحان الله. إن العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. نعم. يحسن إلي فيمنعني سبحان الله. طبعا طبعا كرم. نعم نعم نعم. إذن يعني هذا الرجل كان من في 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 دركة عصاة الموحدين، كان يقضي مدة عقوبة معينة في جهنم، وجد نفسه آخر الناس. لا ينطبق عليهم حينما قالوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لا لا هؤلاء لا هؤلاء هم أهل الكفر، أهل الكفر والشرك والإلحاد. يعني إذن هنالك مندوحة للمسلم الواحد بإذن الله رب العالمين، بس المهم هو يتوب قبل أن يتوب، وما زالت ولعل الوعد الحق لحظة صدق. نعم. من كل واحد منا قائلا ومستمعين ومشاهدين أن نتوقف مع أنفسنا كي نبدأ خطوات جديدة مع رب العباد، وإلا يكون هذا العلم حجة علينا جميعا. الله أكبر. نعم. سيكون حجة لنا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، قبل استعراض الآيات مع فضيلتكم كذا بنا في حينما تحدثنا عن درجات الجنة، هل أعطاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين للمؤمنين في الجنة تعويض عن حرمان المعين في الحياة، أم هو فضل من الله وإحسان؟ الله عز وجل يعني المؤمن غير محروم في الدنيا. لا لا، محروم من ملذاتها. لا يعني. لا، هو يتخيل أنها ملذات. لا، أولا الإنسان إذا شرب الماء بصدق نية واستشعر نعمة الله وقال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله مدحا أجاجا بذنوبنا لاستشعر نعمة الماء. لو أكل سبحان الله، الرجل قال للحجاج لما قال تعالى كن معي، قال أنا صائم اليوم، قال إنه طعام طيب، قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. العافية لما الإنسان يرزق ثوب العافية. ما هو ثوب العافية؟ ليس العافية في البدن فقط، لا، عافية في الدين والدنيا والآخرة، تعافى من الأفات. تجد واحد سكر خمر تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به وتدعو له. تجد واحد مريض ونقص سبحان الله جزء من أعضاء والحمد لله الذي أعطى. اللي ناقص يجد من هو أنقص سبحان الله. الإنسان ينظر إلى أولاده يصلون وأولاد الجيران لا يصلون، الحمد لله رب العالمين. يجد بناته أول ما بلغنا سن تحجب والبنت زميلتها متأبية متنافرة رافضة للقضية، الحمد لله. تعيز عافية أكثر من هذا؟ من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قلنا في الحلقة السابقة، إنما أراد أن يزعجك عن الخلق كي لا تكون يعني بينك وبينه حاجز، لا يكون بينك وبينه حاجز. أراد أن يزعجك عن كل شيء كي لا يشغلك عنه شيء، فيزعجك بشوية الابتلاءات دي. لكن المؤمن محروم؟ والله أبدا. المحروم من حرم لذة القرآن. يا مؤمن، ده الإنسان لما يضيق ذرعا يكون كده يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ. قال ابن الجوزي والله ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله، بس يقرأ بيقين بيقين. شوف يوسف اللي كان في حضن أبيه بعدين يباع ويلقى في الجب بعدين يلقى في السجن. يا ابني والله كل إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى عنده من الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر ما لو أعطيت الدنيا. والله يا مؤمن في ناس تنفق مليارات لتسعد لحظة. لا إله إلا الله. والإنسان السعادة أقرب إليه من شراك على. لا إله إلا الله. ليه؟ السعادة ابن الناس تظن أن السعادة في الخارج، السعادة في الداخل. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. الإنسان لما يطمئن كده يا الله لي رب رحمن رحيم قادر شافي قوي ناصر الله. كيف مما أقلق؟ ولكن كتب عليه وهو في بطن أمه أنه شقي أم سعيد، هذا قضاء الله. هذا علم الله السابق، وهو الذي خط بيده شقاوته أو سعادته بعمله. وما ربك بظلام للعبيد، هو اللي يخط بيده حتى في الدنيا. في الدنيا هو يخط. لكن هو هل الفقر
تعاسة؟ هل الفقر ضيق صدر؟ أبدا. يعني هل المريض زين للناس حب وكذا؟ زين يا ابني زين. ليست هذه أساسيات الحياة؟ لا. ولذلك وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، طالما أنا جسد خرقة تسترني ولقمة تطعمني وشربة تسقيني وبيت يؤويني فعلى الدنيا السلام. أنا عايزين الدنيا مرة ثانية. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع والعرس. الجوع والعرس. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، والعطش والشمس. لا لا تضحى يعني ليس لك بيت تبيت في الضحى. أربعة أشياء يعني الجوع أساسي. والعطش والسكن واللباس، هو أربع أساسيات، أن فقط. تأكل وأن تشرب، بس أربع أشياء. إذا أعطيت سبحان هذا سبحان الله، كل الأمور الغريبة دي كماليات حياة، كماليات حياة. ولكن آدم إذا أعطي هذه الأشياء فهو يملك الجنة. بل. نحن نود أن نتملك على ظهر الأرض، تتملكها داخلك أنت، المؤمن يتملكها، والملايين لا 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 لا، هذه قد تكون وسيلة شقاء وتأمين مستقبل الأولاد، المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا ابن عبد العزيز تترك بناتك السبع قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة، إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كن غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. أبداً. الله سيدنا عمر بن عبد العزيز هذا هو الثبات، إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، خلاص هو ربنا معه. إن كنا غير ذلك أنا ما أعطيه مالي يروح يتصربح به ويضيع حياته. أبدا. المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق، شغل الناس. مال سمي مالا لأنه مال. وكلمة مال في اللغة لا تدل على اعتدال أبدا. الجدار مال، العمود مال، فلان مال. صحيح. يا ابن صح. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولم يقل أصل الحياة الدنيا، أساس الحياة الدنيا زينة. زينة زينة خارجية. لا. يعني أستطيع ألم يحبب إلينا هذه الزينة؟ يحبب إلينا، ولكن المؤمن يستخدمها سبحان الله في 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 في, 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 في مسارها، ولكن هي في نفس الوقت فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه فتنة يعني اختبار. طيب. فقد أرسب فأسأل الله إن أغناني أن يجعلني من الشاكرين، وإن أفقرني أن يجعلني من الصابرين، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. المؤمن مع معية ما يقضي الله به أسعد اللحظات وأسعد المؤمنين، الرضا بمواضع القدر. لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد، هو يعلم بالقطع أن العبد لا يستطيع أن يقترب من هذه الأشياء إلا على مقدار الزينة، ما ابتلانا فيها؟ قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. أنت الذي تبتلي نفسك، أنت الذي تقترب. أنت عندك إمكانيات 100، روح يستدين من البنك 1000. ليه يا ابني؟ يقول عايز أوسع للشركة، عايز أعمل. ليه يا ابني؟ قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطيق. هي كده. هل هذه دعوة للتراجع؟ لا. سامحني. لا يا ابني. لا بالعكس. شوف، خذ من الدنيا ما شئت، ولكن اجعل نيتك خالصة لوجه الله أنها وسيلة لتعمرها بما يرضي الله، ولترفع فيها راية لا إله إلا الله، ولتصدق بالأموال الزائدة على عباد الله، ولتنصر دين الله عز وجل. وفي نفس الوقت ليست في قلبك وإنما هي في يدك. بس كيف نجعلها في يدنا؟ أنها تستخدم وسيلة، أن أشعر أن ما الذي رزقني هو الله، زي ما وضحنا أن الله اشترى من المؤمنين، الآية في سورة التوبة الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية. نعم. الله اشترى خلاص، ده أعطاها لي أمانة، هي أمانة عندي أنا مستخلف فيها، ابني مش بتاعتي، ليست لي. الناس من نسيانها تظن أنها لها. لا 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 لا. شوف، قلنا عن قصة سليمان لما مر بالعصافير الأربعة. نعم. يقول العصفور يا ليت الخلق لم يخلقوا، والثاني يقول ولا يتم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثالث يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، وقال الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا الله. والمخلصون على خطر عظيم. المخلص نفسه مش هيسأل. مش الصادق يا ابني، يعني المخلص، ما الصادق يعني مخلص، ليسأل الصادقين عن صدقهم. يعني المخلص يسأل ربنا عن مدى إخلاصه، درجة إخلاصه. ولكن
السعادة في الدنيا كلما اقتربت من الله عز وجل. عارف زي بالضبط ايه؟ كلما تقترب من الله كلما ترتفع عن الدناية، ترتفع عن الدناية. والله كلما اقتربت من الله كلما ابتعدت عنك الدنيا، ولا توظف ولا تعين ولا كذا ولا كذا، تغلق الأبواب في وجه أولادك. شوف يا شوف يا أنت، وأنت جنين في رحم أمك، عندك 120 يوم، نعم. 9 أشهر، نعم. 120 يعني الأربعة أشهر التي قال فيها رسول، مكتوب لك عمرك ورزقك، تسعى يمين تسعى شمال، تطرق هنا تطرق. قبل ما تموت قلنا في حلقة قبض الروح أن ملك الموت يقف على الباب، أتبكون مني فأنا مأمور، أتبكون عليه فهو مقهور، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميتهم. يا الله، الناس تظن أن السعادة فيما نستمتع به، السعادة فيما قدر الله العبد أن يستقيم على طريق الله، فآية يقرأها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها أنه ملك الدنيا بحذافيرها. إذا ضاقت علينا الصدور ودودبت الأمور من جانبنا، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تهجم عليك الهموم والديون، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا ضاقت عليك الأمور عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من تحت العرش تسد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. مش ده كلام الرسول عليه؟ مش هو طبيب الأمة؟ نعم. هو اللي أعطانا المنهج. إحنا يا ابن ما تعبت الأمة إلا بالابتعاد عن كلام حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بس مش أقول للأمة تجرب، له يجب أن نعود، يجب أن بهذا، يجب أن نعود عودة يقين. شوف هذه رسالتنا. لماذا أعطيت الدنيا لغير المسلمين يا شيخ؟ لا، نحن هم يصرون فيها ويجولون كيفما يشاءون. هم أخلصوا في دنياهم فأعطيت لهم، نحن قصرنا في ديننا وما أخلصنا في دنيانا فسلبت منا. سبحان الله، لا إله طبعا الله. طبعا لا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا منرقعه. ما يقول لي من الأسبوع الماضي كله إيه؟ نعم. كل الأسئلة اللي جاية أسئلة عن الآخرة من داخل الدنيا. بمعنى يعني كل زعلان ليه؟ أنا ليه كان بالضبط إن الحور العين هو نظرة دنيوية، والتانية الست زعلانة مالك يا حرمة ولا يا امرأة ولا والله يا سيدنا الشيخ موضوع الحور العين ده بصراحة يعني كده الموضوع مش داخل في الله. النظرة دنيوية، نظرة الغل الدنيوي. ماشي يا ابني في الآخرة ما فيش لا هم ولا غم ولا حاجة، بس الأول بدل ما نتصارع رجال ولا ساعة ندخل الأول. اسألونا كيف ندخل، كيف نصل، صحيح. كيف نعمل، حتى السؤال في الآخرة من خلال الدنيا. لا إله إلا الله. يعني الصحابة عمرهم ما سألوا السؤال ده، لما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبداً. هم عايزين مرضات الله بس، لكن اسأل عن تفاهاته سبحان الله العظيم. نسأل الله السلام يا رب. طيب فضيلة الشيخ الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، بما تفضلتم به الآن، هل لنا أن نطمئن ونرجو أم نقلق ونخاف؟ لا نقلق ونخاف. أنت معنا أم ضدنا؟ لا يا ابني أنا مع الكل. أنا يا ابني نحن في طمأنينة أصلا. نعم. والله لو رأى أجدادنا الأقربون ما نستمتع به نحن، نعم والله يعني كانوا يخافوا أكثر. والله أكبر. لأن الله لما ينعم على عبد احنا في نعم مغمورين فيها، فقيرنا منعم، بس احنا اللي نخترع من عندنا مشكلات نتيجة الذنوب. ما عثرة قدم ولا شكة شوكة إلا بذنب والله يعفو عن كثير. أليس هذا كلام رسول الله؟ الله أكبر. ما عثرة قدم ولا شكة بشوكة إلا بذنب والله يعفو عن كثير. يعني ما نحن فيه بسبب ذنوبنا؟ بسبب سبحان مما خطيئاتهم أغرقوا. أما مش لما كفر الكفر عند فرعون وقومه أغرقهم ربنا، وإحنا مغرقين في ملذات الدنيا. فتتفكر الغرق في ملذات دي نعمة؟ لأننا مش عارفين نستخدمها كوسيلة، فصارت غايات. فلما صارت غاية خلاص، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، هكذا. فالقضية أن نقلق. هو هل أعمالنا ابتغاء مرضات الله؟ صلاتنا، صيامنا، هل عندنا من الرياء والعجب والشرك أم عندنا من الصدق والإخلاص واليقين؟ أين؟ طب كيف نحول مسارنا الخاطئ هذا إلى الصواب؟ نرجع إلى ما في كتاب الله. مثلا أضرب لك مثال بسيط. تفضل. أروح في قضية في المحكمة، أجيب 5 أو 6 من المحامين أو مكتب استشاري ضخم، أدفع لهم مبلغ ضخم،
وارجع الى اهلي. ها ما الاخبار؟ لا اطمئنه القضيه اخذها مكتب لا يخسر قضيه، يعني يتلاعب بالقضاه في طريقه اسلوبه وعرضه وحجته، واطمئن خلاص صار وكيلي المحامي الفلاني خلاص سليم. تمام طيب ماذا صنع؟ ذهبت الى خالي المسؤول الفلاني وجلست معه اليوم وخلاص سوف اكلم المسؤول وانتهت القضيه، هذا وكيلي في المساله. طيب في امور وبعدين انسى القضيه، هذا معنى الوكاله الحقيقيه انساه. لكننا في توكلنا على رب العباد نتوكل ونتواكل ولا ننسى القضيه، فلسنا بالمتوكلين حتى في التوكل. الله اكبر. لو ان عبدا احترق بيته ومتجره وضاعت امواله وذهب في اليوم الثاني الى اين؟ الى السوق تعمل استرجع اعمل عشان اعوض الخساره. قلها صح تمام هذا سقط. يا فلان انت اذنبت كثيرا هل تبت؟ قلها رب غفور رحيم. في الغنى سعيت الى ان تحصل، وفي الاستغفار جلست هكذا وتقول الله، ما هو الله الغني هو الله الغفور. الغنى يستجلب بالعمل والمغفرة ايضا تستجلب بالتوبة، فلماذا نعطل امورا ونبني امورا اخرى؟ لابد من فهم ديننا فهما حقيقيا. والحمد لله انا ارى الان يعني ارى بفضل الله عز وجل ان الامة استيقظت اخيرا على واقع اقدام من يريد ان يستأصل هويتها، وبدأت في أن تؤوب مرة أخرى إلى علمائها وفقهائها المخلصين ودعاتها الذين بفضل الله هم كثر في العالم الإسلامي، وهذه بداية صحوة كبيرة. فالغد إن شاء الله أمتنا أمة تمرض ولا تموت، تسقم ولا تنتهي، أمتنا شروق لا غروب. بارك الله فيكم. يعني بهذا الكلام لا تستأصل شأفة الأمة؟ لا 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 سبحان الله، سوف تظل هذه الأمة باقية لأن إسلام لأن دينها كفله رب العباد عز وجل، لم يتكفله زعامة ولا رئاسة ولا امبراطور ولا قوة عالمية، إنما الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في العودة إلى الدين نصر على الآخر؟ الله أكبر سبحان الله العظيم، ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. كلمة عمر بن الخطاب. لكن أنا لا همني أن أنتصر على الأعداء، أنا أريد أولا أن أنتصر على نفسي، صح. انتصر على هواي، انتصر على شيطان، وبعدين تكون امه سبحان امره بالمعروف ناهي عن المنكر، قريبه ترجو رحمه الله وتخشى عذابه. لما اعطى الله سبحانه وتعالى الشيطان غلب على بني ادم وسلبها منهم؟ لا اولا الشيطان لا يغلب الا ضعيف الايمان، قال الا عبادك منهم المخلصين، قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن المخلصين من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم المخلصين من قبل الله ليسوا من قبل أنفسهم. لا ليس المخلصين، لا لا لا، هم أخلصوا فتخلصوا كما قال الصالح لنفسه يا نفس أخلصي تتخلصي. مناط الأمر بيد العبد، هو الذي يزرع، هو الذي يزرع. سبحان الله. طب يعني هذا الزرع مرتبط بالعمل، لابد كيف نفهم هذا العمل؟ هل هنالك اعمال يزيد اجرها على اعمال اخرى يوم القيامه، اما ان الامر وقتها لوح سبب؟ لا لا لا، في اولويات يا ابني، في اولويات لازم نفهمها، في فقه اولويات. يعني انا اروح احج كل سنه واتركك انت عليك ديون لا تستطيع ان تسددها وتعيش في هم وغم واقول حجي مقبول؟ مالي وانا حر فيه؟ لا معلش، لا لا مش مال، لا لا لا، انما المال مال الله ويجب ان يضعه فيما يرضي الله عز وجل. بركه الاولويات الحج بركه. لا لا لا، شوف هناك فقه الحج الثاني والثالث والرابع هو نافله، الى الحج رقم 100 نافله، والفريضه مقدمه على النافله. جامع شمل الامه فريضه، ادخال السرور على المسلمين فريضه، تزويج الشباب المسلم الذي يستطيع ان يزوج فريضه. هذا على ولاة الامر. لا ولي الامر ليس على كل مسلم، كلنا ولاة امر، كلنا اللي صاحب المال واللي صاحب الجاه واللي صاحب المنصب واللي يفتح صدقه واللي يعمل خير واللي الحكومات والمؤسسات الحكوميه تقوم بعملها. ما شاننا؟ ما لا لا لا، شاننا شان الاسلام، لان الذي سبحان الله لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهو همل في الحياه، فهو همل في الحياه. الله لا يساوي شيء. نحن نريد امه فاعله، نريد انسان مؤمن قوي. المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف. لما جاءه يتكفف الحاجه قال اما في بيتك شيء؟ قال ما في الا قعب بنشرب فيه الماء، يعني قعب كوس قديم. نعم. نعم. كوس قديم سبحان من فخار من طين سبحان الله، وحلس سجاده نفرش بعضها ونلتحف بالبعض. حلس مسجد. نعم. قال اتيني بهما، فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري هذين؟ قال رجل بدرهم. قال من يزيد؟ قال بدرهمين. قال هات اعطاه.
ثم أعطى الفقير درهمين قال اشتري لأهلك طعاما بهذا الدرهم وهذا الدرهم اشتري لي رأس فأس واتني به. جاب الرجل رأس الفأس من السوق قطع النبي صلى الله عليه وسلم فرع شجرة ووضع في رأسه قال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك إن المسألة التسول والتكفف لا إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع يعني فقر يعني دون حد الفقر أو لذي غرم مفضع عليك دين كبير أو لذي دم موجع عليك دين بس دول تحل له فقط بس لكن أنت قوي اشتغل ويسلم على صحابي إيده ما هذا يقول له هذه من العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن الله لا يحب العبد المحترف هذا العبد المحترف المحترف صاحب الحرفة سيدنا زكريا كان نجار سيدنا موسى يرعى الغنم 10 سنوات سيدنا الرسول اشتغل 13 سنة راعي غنم احنا اشرف من رسل الله كانوا في معية الله كانت عليهم بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى البركة تأتي من داخل العبد عندما يوقن انه عبد لله وانا عبد لمن انا مش عبد الحكومة انا مش عبد للنظام مش عبد للوظيفة ألم يعلم الأنبياء بأنهم سيكونوا أنبياء في قبل الأيام لا 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 ده بالعكس سيدنا موسى رايح يجيب نار ولذلك قال علماء القلوب نخفف حدة الكلام بارك الله فيك كن لما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو يعني الشيء المستحيل حدوثه خلي فيك عندك أمل هذه الحكم جميلة مرة ثانية كن لما لا ترجو كن لما لا ترجو الشيء الذي يخطر أنه مستحيل لا. أكثر من رجاء منك لما ترجو الشيء القريب الحصول قل لا أنا الشيء المستحيل فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة يا سلام قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار فلما أتاها نودي يا موسى قال أو أجد على النار هدى من هدى. لا من يهدين الطريق لانه ضل في ليس هدى معنى الرسالة وبعد الرسالة وبعدين هؤلاء ايضا لما سلكوا مسلكا في البداية حتى الالفاظ التي تخرج لا تخرج الا الفاظا طيبة صحيح في ناس اصحاب خلق وملكات حتى من غير الرسالة طيب يعني ما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي الذي اتاه برأس فأس وقال اذهب واحتطب وبيع الحديث هذا الحديث لا يسير في هذه الأيام لا يذهب أحدنا ليحتطب في الجبل أو كذا ده مثال العمل هذا هو العمل المتاح هو الرسول يقول له روح اقعد على 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 اقعد اجلس على امام شاشه الكمبيوتر وطلع على الشبكه الانترنت الوظائف الخاليه عشان يشغل منها الاجتهاد يعني العنوان يفكر ويجتهد تحرك سبحان الله تحرك خالد رضي الله عنه ابن الوليد رضي الله عنه لما ابو بكر رسالة فورا الحق اخوتك بالشام ترك ارض العراق وعمل اشياء يعني لو سلكنا الطريق الطبيعي الروم يقابلونا في السكه يعملون لنا قمين وياخذوا على الجيش ولو سلكنا من طريق الصحراء نلف قد نهلك في الصحراء ونتوه فاستخار قال نستك الصحراء قالوا يا خالد قال توكلوا على الله قال كيف اين الاسباب فسقى الابل عللا بعد نهل يعني يسقي الابل ويريحها يسقي الابل ويريحها يسقيها عشان تمتلئ باكبر كميه من الماء من الخزان الماء ثم خاطم شافرها عشان جو الصحراء لا يبخر الماء من داخل يا اخي ملكات لما الانسان يشهد ربنا يعطيه يقين فتوحات انت احيانا تقعد مع واحد كده يقول يا اخويا بتجيب الكلام ده منين صحيح والله كنا نقعد مع علماء لنا احنا قرانا الكتب ما في الكتب يا اخي سبحان الله فربنا يرسل سبحان الله فخاطم شافرها ثم قال توكلوا على الله خلاص احنا عملنا الاسباب توكل على الله يعني فكان اذا جاع الجيش ذبح البعير واخذ كيس الماء مثلا يسقي به الايه الدواب الخيول والدواب والبغال والحمير اللي معاه سبحان الله وياكل ايه لحمه ويجعل الماء للايه للشرب فقط ويجعل الصحابه يتيمموا جميعا فلما وصل الى سبحان الله فاجأ الروم على حين غره والجيش لم ينقص منه احد مش ده عمل سبحان الله عمل يرضي الله عز وجل الله هو واحنا مبسوطين من الجماعه اللي قابلهم ذي القرنين يبدو ان بعض من العرب يبدو احفته فيه سبحان الله احنا لا يكادون يفقهون قوله ليه ما نفقهش قوله ليه يتفوق علينا هل العقل الغربي انظر نحن عقل لو استمرنا بنور الله لصرنا عباقره الدنيا والاخره
هو معذرة الاستطراد جانبي، ما المراد بقول لا يكادون يفقهون قولا؟ يعني لسانهم يعني لا بيفهموا لا لغة ولا حوار ولا ناس خارج حدود المجتمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولسنا بهذا مأمورين. نحن مأمورون أن نكون أمة فاعلة قوية إيجابية تصنع وتريد ولا يراد بها. جميل، تريد ولا يراد، تقود ولا تقاد. إذن لابد من تطبيق فقه الأولويات حتى نحصل على الأعمال، وهذا لن يكون إلا بعد الرجوع إلى علماء ثقات وسطيين ربانيين يدركون ما هو المقدم وما هو المؤخر، الذي يقدم والذي يؤخر. وبعدين لابد من عودتنا جميعا ألا يتفرغ بعضنا للعيب على بعض والخوض في أعراض بعض. دي مسائل سبحان الله العظيم نسأل الله السلام يا رب. بهذه الأعمال وفقه الأولويات بإذن الله تبارك وتعالى ندخل الجنة يا رب. ماذا في الجنة؟ تعالى يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى لعروس القرآن. نعم. سورة الرحمن. نعم. يتفكه بها أهل الجنة في الجنة. معنى يتفكه؟ يعني كأنها فواكه الجنة. سبحان الله. كده يدندنوا بها. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخائف مش له جنة واحدة. لا. له جنتين. ليه؟ لخوفه من الله أولا. جنة. ثم لإيمانه الصادق مع الله ثانيا. فله جنتين. جنة واحدة. لأنه دخل مقامين، عبر مقامين، مقام الخوف ومقام العمل. هذا هو الخوف من الله أو ثمن الخوف من الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني نخاف من الله أم نحب الله؟ الخوف يولد حبا. أنا لما خاف من أبويا، لما الولد يخاف من أبوه يحبه ويحب مرضاته. خوف حب، خوف محبة. خوف محبة. خوف محبة. خوف. خذ هذا التعبير. نعم. خوف. إن صلح. بارك الله فيك. لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع من رحلة الطائف، ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه جبريل بصورة الرحمن. فكلما يصل لآية يسمع أصواتا من حوله لا يراها. فكلما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد. التفت لا يرى أحدا، جماعة مجموعة تقول هذا الكلام. يعني فبأي نعم من نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن، أيها الثقلان، الإنس والجن يسمى الثقلان. فلما ذهب للصحابة من شدة إعجابهم، إعجاب الصحابة، جلسوا كأن على رؤوسهم الطير. قال كان إخوانكم الجن أعقل منكم. قالوا كيف؟ قال كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد الجن عليه وأنا ما كنت أعلم إلا لما أعلمني جبريل، يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. المفروض أن نقول هذا. طبعا طبعا. حينما نسمع في أي آلاء. لقد قرأ أخرى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى. نقول بلى. طبعا قادر. لازم كده. لازم أتعايش مع القرآن. نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول الرسول بلى قد جاءني امرأة. جاءني أمة الله وصلني بلغني. سبحان الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأ يوصف الجنتان ذواتا أفنان. الجنتان، الجنتان في يوم أغصان. الأفنان يعني الأغصان جمع فنن، فنن، والفنن هو الغصن. خلاص سبحان الله. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. هل هي في كل جنة عين ولا هي عينان في كل جنة خير ورد؟ فيهما هما الاثنين عينان تجريان. لا. هل هي مفرقة؟ سبحان الله. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. لأن دي خلي بالك احنا هنلاقي جنتين تانيين أقل من دي شوية. يعني هما أربع جنات في الرحمن. أربع جنات. لهم أسماء؟ لا 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 بهذا البنط. يعني الجنتين دول درجة أولى فيهما عينان. خلي بالك عشان هنقارن. تجريان. تجريان خلاص هنجي المقارنة بعد كده. وبعدين فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان. من كل فاكهة يعني إيه؟ كل فاكهة رآها المسلم في الدنيا الإنسان في الدنيا وفاكهة لم يرها كل منها زوجان زوجان نوعين نوعين نوعين. سبحان الله. كي لا يمل العبد. سبحان الله. عشان ينوعه. وذلك من رحمة الله. هي الجنة ما فيهاش طعام فكله فواكه؟
لا لا فيها اللحوم وفيها طول. سبحان الله ده احنا نرى الان هنرى الان سبحان الله يقول لك ايه تاتي حيوانات كالابل شكلها جميل وصوتها جميل تقول يا ولي الرحمن نحن شربنا من عين التسنيم يا سلام ورعينا تحت عرش الرحمن فكل منا فنحن اطيب للطعام يا سلام. يا عارف سلام. لما واحد يكون مثلا معذره ليس له في الطعام تيجي زوجته تقول له اما اليوم عملنا لاحظنا الرجل او المراه اللي بتاع الطبيخ الصباح ده وهذا يوسف وعملنا لك طبق كذا ووضعنا كذا يبتدي العبد ايه يستشرف له ولا سبحان فدول ايه بيحببوا اللي سبحان الله فعندما يخطر بباله ان سبحان الله يقع لحمها في الطبق امامه الله اكبر فاذا ما اكل قرا وشبع قامت ترعى تحت عرش الرحمن هي عجيب حديث عجيب مش ما العين رأت لا إله إلا الله سبحان الله طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق أنت عندك ال- 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 الوسائد عندك لها بطانة ولها ظهارة صح ولا لا؟ نعم صحيح يعني لها أنت لما ال- 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 الوسائد اللي عندنا محشوة إيه؟ يا إما قطن يا اما صوف يا اما ليف يا اما قماش يا اما اي شيء يا اما سبحان الله فدي بطائنها البطائن من جوه حرير اما اللي من بره ايه سبحان الله انا كنت اتخيل شوف بطائنها من استبرق استبرق ولا الحرير السميك حرير سميك فارسيه لكن سندس الحرير الرقيق قال من سندس واستبرق بالظبط كده تمام السندس اللي هو الخارجي السندس الخارجي خفيف والاستبرق الحرير السميك داخلي سبحان الله سبحان الله نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان الثمر اللي في الجنه اللي في هذه الافنان اللي في هذه الاشجار اللي في تلك الاغصان دان لمن يريد ان ياكل منه يعني مجرد ينظر للشجره بينه وبينها مسيره 100 سنه عايز الفاكهه دي تروح نازله عشان ما يتعبش هو تعب على ده مردود التعب سبحان الله ده مردود يتمنى التعب. فقط بس فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف شوف هذا القرآن يصف الحور العين بأن أول صفة فيهم إيه قاصرات الطرف يعني يغضضن البصر ما شاء الله على بناتنا الله. ربنا يرزقهم الحياة إن شاء الله ما زال في نسائنا خير بفضل الله ولن تجد الحياة إلا عند المرأة العربية المسلمة صحيح لا ولا الحياء من العالم ولا من الرجال والنساء الا عند كل مسلم موحد وكل مسلمة موحدة سبحان الله لا حياء في الدين لا ولا حياء في العلم الدين كله حياء يقال لا حياء في الدين لا لما انت كلمة خطأ ما قالها احد من العلماء يعني لا حياء في العلم ممكن تسأل سؤال تجوز لكن الدين ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء يا سلام هكذا قال صلى الله عليه وسلم وكان اكثر اشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم كان يسال سؤال محرج يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم سبحان الله بعضهم يتصل ببعض برامج فتقول من قبيل لا حياء في الدين لا 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 حياء في العلم الدين كله حياء فيهن قاصرات الطرف قاصرات اي قصرت طرفها على زوجها فعنده امان ان لا تنظر الا اليه لكن لا داعي لأن ننزل خلينا إيه نصعد الكل يقيس ويفهم ما يراد خلاص لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يقترب منهم أحد من قبل أبدا سبحان الله نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن والجن يدخل الجنة الجن المؤمن في الجنة طبعا في الجنة وسوف نراه بحجمها بحجم والله أعلم هل ينشأ نشأة أخرى أم أنه نراه كطبيعة المؤمن الجن في الجنة لأن الرسول بعث للإنس وللجن جميل والجنة في عجب سبحان الله من منا رأى الملائكة لا لكن الملائكة تدخل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ونراهم ويجلسون الله أكبر يا حلو لأن احنا كنا نجالسهم في الدنيا بالذكر فيجالسوننا في الآخرة بالشكر الله يعني كده الله. يعني هو احنا قاعدين نقرأ القرآن هم يأمنوا علينا
ندعو يؤمنوا علينا، نروح المساجد يبقى معانا ويضع اجنحتهم لطلب العلم. سبحان الله، يجي مجلس العلم الملائكة السيارون، ملك الحسنات يكتب وملك السيئات يقول له انتظر، ما تكتبش السيئة عليه يمكن يتوب، والملك الحسن يدعو وبعدين يرسل عليكم حفظة. ننام بالليل حول الملائكة، احوط نفسي بالمعاذتين، الشياطين تطرد والملائكة تحضر، ادخل بيتي السلام عليكم ورحمة الله، تدخل الملائكة. ايه ده؟ لا لا، ما انت في معية الملائكة، المؤمن ملك سبحان الله، لانه في يحضر دايما الملائكة من حوله. احنا بس عايزين نرقق، يعني نخلص قلوبنا من الحقد والظلم، بس لا داعي للتعدى على الغير. صحيح. بس إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكم أنتم، كأنهن الياقوت والمرجان. لما قاصرات الطرف يعني شفت تنظر كده جوهرة، سبحان الله، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم أنتم تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سلام. الله، هل جزاء الإحسان، هل سلام. أنت لما تحسن في الدنيا إلى الله وإلى دينه وإلى رسوله وإلى أهل العلم وإلى أهل الخير، هل يضيع عند الله؟ لا. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس إحسان إيه؟ إحسان إيه؟ أنا أحسنت لديني ولنفسي كم سنة؟ 10 سنوات؟ 20؟ 50 سنة؟ طيب هل يحسن لي 50 سنة؟ لا، الحسنة 10، 500 سنة، لا، 100، 5000 سنة، لا، الحسنة 1000، 50000 سنة. والله يضاعف لمن يشاء. لا، ده إلى الأبد الأبدي خالدين فيها. لا لا، خلاص، سبحان الله، يبقى القضية مش فضل، ما بعد الفضل. أصل في عدل وفي فضل وفي ما بعد الفضل. العدل؟ العدل أن تأخذ حسنة أمام حسنة، تعمل شيء تأخذ من نصيبك. والفضل؟ والفضل الحسنة 10 إلى 700 ضعف. وما بعد الفضل خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت. طب يعني معذرة نتذكر حديث عن النار وما يحدث لأهل النار. أيضا عدل وفضل في السيئات. لا 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 لا، استنى استنى استنى. اطلع الله على كتاب عبده المؤمن. نعم. فرأى أنه لو خلده في الدنيا إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد، لأنه يحب ربه إلى الأبد. واطلع على كتاب الكافر فعلم أنه لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد، ولو رجع أن يرد إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فعذبه الله عذاب الأبد مقدار نيته. وما ربك بظلام للعبد. يا سلام. ربنا ما مقدار نيته. مقدار النية. النية في النية. النية عامل أنت تعمل جدا. تعمل إيه؟ انا اليوم كل ما اجي مثلا للاستوديو او ده، انت رايح ليه؟ لماذا؟ تقول رايح لدرس العلم، وبعدين يعني ممكن ان ناخذ بهذا ثواب النيه ليس لعمل لا 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 لا، مجلس الدنيا وسبحان الله، وفي الاخر خلاص الدنيا تاتي راغمه. هو انت لما الناس يحبوك وتدفع فيها كام دي؟ في ناس تدفع مليارات ان حد يحبها ما حدش يحبها، والعياذ بالله. سبحان الله. وكده مش غير شيء، سبحان الله العظيم. يعني كان محمد بن سيرين يسير في شوارع المدينه، ينظر الناس اليه، سبحان الله، والله هذا ملك من مخير النور التي عليه. مفسر الأحلام. مفسر الأحلام كان يقول لك أول الناس بتشوفه تسبح الله. لا إله إلا الله. هو سبحان الله. الله. وفي ناس أول ما تشوفه تستعيذ بالله. صحيح. حتى يطلع ولد رقيع ولا ولد الدبيب ولا بيبا. نسأل الله السلامة يا ابني، خلينا في هذه المعاني الطيبة. أزلنا في سورة الرحمن. الرحمن. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. لا جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبعدين من المحسن؟ هذا التساؤل من الله سبحانه وتعالى. أيوة. عشان يثبت المؤمن في الدنيا، تعالى أحسن وسوف يحسن إليك. أنت لا تزرع بنفسك شجرة الخير فتجني ثمرتها، وأنت بنفسك تزرع الشجرة الخبيثة فلا تجني إلا ثمرة خبيثة. وهنا لا يقل ما يرد الله به خيرا، يعني الإرادة من الله، من العبد. العبد أن يزرع، لابد أن يزرع ليفتح الله له الطريق ويهديه ويحببه. نعم. إيه؟ زين الإيمان، حبب إليهم الإيمان إيه؟ وزينه في قلوبهم. تمام. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. أولئك هم إيه؟ الرشدون. الراشد هذا هو الذي رشد نفسه لمنهج كتاب الله وسنة رسول الله، فزين الله الإيمان في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق، هي كده فتح الباب فدخل. يعني هو الذي حبب، هو اللي الله سبحانه طبعا هو الذي حبب، لكن بايه؟ بعمل العبد. بعمل لا لا لا، لا انام على ظهري واقول مش الله يرضى عليه. عمر قال لا ينامن احدكم على ظهري ويقول اللهم مرزقني وهو يعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. نام على ظهرك في بيتك ولا رزق اشتغل. هي نفس القضيه في الهدايه. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب يا شيخ، ومن دونهما جنتان. هذا مستوى اخر. مستوى اخر. إما أنها دونهما، يقول إيه؟ من دونهما وما في الجنة من دني.
لدونهما يعني ايه زي ما يقول واحد ايه نوع واحد اخر لا يعني نوع اخر او واحد يقول لك ايه الاول واخد 99.7 بس الثاني اقل منه 99.5 شيء لا يذكر بس يعني بهذا المنطق او قالوا ومن دونهما جنتان اي من دونهما اي اقرب الى العرش من هذه او من هاتين يعني احنا كله بنقترب من العرش الدرجات من اسفل الى اعلى على لغايه العرش هو ده كان في حتى العرش ما بين الدرجه ان في الجنه 100 درجه كل درجه ما بينها وبين الدرجه الاخرى مسيره 100 عام او في روايه ما بين 100 درجه قلنا 7 درجات لا ده ابواب واسماء الفردوس والمأوى وعدن تمام كده تمام والنعيم وعدن هذه درجات هذه درجات داخل الدرجات درجات ايضا الله اكبر الله اكبر طب الجنتان في سوره الرحمن ومن دونهما جنتان اربع جنات داخل درجه داخل درجه داخل درجه واحده داخل درجه داخل درجه معينه سبحان الله ملكا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ملك سبحان الله ملك نعم ومن دونهما جنتان نوعتنا خلاص وصفات تعال يا سيدي مدهامتان يعني من كثرة وشدة الخضرة أقرب إلى شيء من الإيه من الشيء الغامق أو القريب من الأسود من شدة الظل الظليل يعني خضرة مكثفة يعني مدهمة يعني مدهمة مدهمة تعطي لون الظل الظليل هذا تعطي هذا اللون من كثرة التفافها وجمال أشجارها وكثرة خضراتها صارت كأنها أقرب إلى اللون الغامق الأسود من شدة الخضرة مش خضرة ما خضرة صناعية لا خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى مدهامتان فيهما عينان نضاختان هناك عينان تجريان دي نضاختان قال لك التجريان أعم من النضاختان نضاحة ونضاخة نفس المستوى يعني تفور بقوة أن تنضخ بالماء تنضخ بالماء يعني تنضح تخرج الماء تمام بس تجري أما تجري فهي قد نضخت ثم جرت إذن عينان تجريان أقوى أقوى بالضبط صح تمام كده شمل تشمل ولكن عينان أيضا تشمل المعنى إيه نعم بالضبط كده فيهما فاكهة ونخل ورمان التاني كان فيها من كل فاكهة زوجان هنا ايه حددها شويه محدده فاكهة ونخل ورمان لما التاني في كل فاكهه من كل فاكهه زوجان وبعدين التاني اللي دافع على انها اقرب الى العرش يقول لا ده هو هنا خصص ان فيها فاكهه ونخل ورمان ما ذكرت في الاخرى لان النخل مش فاكهه يعتبروه تمر ها بعض الناس ها لكن قال لك خصص لان العرب يعرفونها مشرعات فلو يقتضي المغايره يا بالضبط كده برد عليك صح كده برد عليك فيهن خيرات حسان خيرات الحور العين حور العين وقاصرات الطرف ايوه الله يرضى عليك هنا بقى خيرات عامه او فيهن خيرات حسان قرات ابن عباس خيرات حسان خيرات اقوى ام قاصرات الطرف لا قاصرات الطرف يعني هي كلها على بعضها كده كلها خير تمام لكن الثانيه متخصصه فانها قاصره الطرف نفس الآية الكريمة على قاصرات الطرف أنا كده أن النظر عليه معول كبير في هذه الدنيا يا ابن هل هناك مشاكل إلا من النظر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصدر الشرع تمام كده سبحان الله فيهن خيرات أو خيرات حسان سبحان الله حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء وهي ذات اللي لها عين شديدة بياض العين شديدة سوادها إن يعني إن التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا شدة السواد مع شدة البياض يعني النن مع الحور يعني هذا الحور نعم بالضبط كده كما كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات يعني محفوظات يحفظن أنفسهن من أن يرهن أحد
ودي نعمة أخرى. هنا قال لم يطمثهن إنس لم يقترب، لكن هنا مقصورات في الخيام عامة، ده صفة العموم أنها لا تخرج من مكانة. أما ما هو سيدنا عمر الخيام معذرة قبل سيدنا عمر ما. المقصورات في الخيام، الخيام جمع خيمة ما نفهمه يعني أم لا؟ يا خيمة عشان نفهم، بس العرب يفهم الخيمة يعني مقصورة في مكان محدد في الجنة. قالوا يا ابن الخطاب ما هي الخيمة؟ قال خباب مجوفة من لؤلؤ وزبرجد وفضة حجمها كحجم الدنيا. دي الخيام، كل شيء بحجم الدنيا. اصل الدنيا الدنيا سبحان الدنيا الله الدنيا يعني. الدنيا اللي تصارع الناس عليها وخلاص. لو لما فقهها الناس على حقيقتها من الصحابه والسلف عبروا عليها فجرت خلفها. لا اله الا الله. هيك نعم. حور مقصورات في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. أيضا. نفس الدرجه السفر. الاخرى فباي الاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر. الرفرف كئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هنا متكئين على رفرف خضر. الرفرف هو ما زاد على الفرش، يعني زي ما قلت انت عندك كنبه ها وفيها حرير بتاع قماش نازل كده هذا راي لك لا ده رفرف من الرف وهو الطيران، تركبها تطير بيك. الله هو رفرف الطائر يعني ايه؟ طار رفرف بجناحيه يعني طائر. سبحان الله رفه عيني تلف صحيح تتحرك ويقال انها ارجوحه معز سبحان الله عز رحم وخلاص وربما يكون كل هذا ده العباد بيستأذنوا ربنا في ان يسجدوا له يقول قد وضعت عنكم ما فيش صلاه ما فيش صلاه ولا عباده خلاص انت عبدت الله أكبر. ماذا نصنع؟ تتذكر تتكلم كلام جميل سبحان الله تتنعم بهذا النعيم وبعدين ايه لا تقلق من القضية واحنا كلنا في الدنيا قلق نعم. أما لا يبغون عنها حولة لا يريد أن يتحول تحول يروح فين يروح فين يعني لا صيام ولا صلاة ولا خلاص العبادة قدرة العبادة خلاص سبحان الله ولا قدرة الله أكبر الله. طيب يا سيدي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما العبقري؟ العبقري يعني يروى انها يعني منشاؤها ترجع الى وادي عبقر الذي كانت يعني العرب تقول انها ايه تسكنها الجن او يسكنها الجن تعتقد فيها فالعبقري هو الشيء الذي لم تره انت من قبل يعني كانك تجلس على شيء لم يخترع من قبل عبقري شيء او انها عباره عن يعني عن ارائك ما رايتها انت من قبل عبقري حسان هذا عبقري لم تره انت من قبل تتنعم به ده التنوع والتغير اصلا مش مكان واحد ده واحد بيسير في ملكه 1000 سنة في 1000 سنة في ملكه بس سبحان الله سبحان الله العظيم مش الشجره يضيف في ظلها 100 عام لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام شوف نهاية الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال هو الذي بجلاله وكرمه هو الذي نعم عباده المؤمنين هكذا ذي الجلال والإكرام سبحان الله ذي الجلال الذي يجب أن نجله وأن نوقره وأن نخاف مقامه وهو صاحب الإكرام الذي يكرمنا على العمل القليل بالخير الوفير تعز خير أكبر من هذا صحيح في عمل إيه ماذا يشوه هذا العمل نعم يعني ونحن نستعرض الآيات مع فضيلتكم نجد نصا كثيرا من خلال أي القرآن الكريم حول كيفية الجلوس والاتكاء على الأرائك والحور العين والمقصورات في الخيام والفواكه يعني لماذا التركيز على مثل هذه الأشياء تحديدا الجلوس والحور العين والأكل والشرب أنت مش تقول زين للناس في الدنيا لما هو أخذها بالحلال في الدنيا أخذها ثوابا وجزاء في الآخرة كلها بس نعيم أرى تقريبا نفس أشياء الدنيا لا الأكل والشرب والجلوس مسميات فقط يكفي الرضا الناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الرجل الغني يجلس يأخذ دواء في أول الأكل ودواء وسط الأكل ودواء أي نعيم في الأكل وبعدين رجل مسؤول قاعد على كرسي متوجس خيف هيشيلوني من الوزارة هيعدفوني من الإدارة هيمشوني هيغلقوا على الباب هيقطعوا مش عارف رزقي الكلام الخايب ده كله في قلق في قلق صحيح اما الثاني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منها طلعنا من هنا لنا في ملك في ملك الرحمن نعم فهذا هو النعيم الاساسي نعم بارك الله تعالى الى الواقع نعم من الاول اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كذب لان الواقعه تقسم الناس في بدايتها في الجزاء اقساما ثلاثه وتقسمهم عند خروج الروح في اخرها اقساما ثلاثه احنا خلينا ايه
في الجزاء أن نخرج روحنا الواقعة يوم القيامة. القيامة نعم. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة تخفض أهل المعاصي بذنوبهم وترفع أهل التقوى بإيمانهم. خافضة رافعة ترفع الذليل بطاعته لله وتخفض العزيز بمعصيته لله. نعم. ما هذا؟ قال والله هذا رجل قد مات يغسله أهله. قال أرى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين دخل فرأى أبو حازم يغسل الرجل فوقف واتعظ قال وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا. فقال أبو حازم لمن أمامه صب نحمد الله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس يعني البسيس اللي هو الايه الدقيق ملتود بالسمن تجبت الوقت على كأنها فيها سبحان الله. فكانت هباء منبثة. الهباء هو التراب الذي يسير من سنابك الخيل عند جريها. هذا الغبار هذا هو سبحان الله. نعم نعم الله. وكنتم أزواجا ثلاثة تعال تقسيمك. أيوة نعم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ هذا تساؤل أم ماذا؟ لا لا يعني مدح هذه الأقسام الثلاثة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ ما أدرك أنت بهم؟ أنت لا تعرف لسه هنحكي لك. أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون. لم يقل وما السابقون السابقون؟ صحيح. لا لا قال أولئك المقربون. السابقون دول اللي هم أتباع الرسل فقط بس أو من سار على نهجهم. قال الحسن البصري السابقون السابقون قرأت أمامه قال يا ربي لقد ذهب السابقون فاجعلنا من أهل اليمين. سبحان الله. تلميذ علي الحسن البصري. طبعا نحن ماذا نقول الله. والسابقون السابقون أولئك المقربون مما من الله من الجنة من الرضا من التوازن النفسي من الطمأنينة من الخير. سبحان الله. في جنات النعيم. النعيم هذه درجة درجة في درجات درجة تمام. في جنات النعيم في جنة واحدة في جنة واحدة ربما لهم سابقون جمع جنة النعيم كل واحد جنات طبعا طبعا. ثلة من الأولين أيوة وقليل من الآخرين. معنا ثلة ثلة جماعة كبيرة من الأولين من الأولين أصحاب اللي أصحاب الرسل وقليل من الآخرين شوية من التابعين وشوية من تابعي التابعين وأنت ماشي كده. نعم. قليل من الآخرين من الأولين ثلة من الأولين كثيرة وقليل من الآخرين. بكى الصحابة لم هم ثلة قال لا قالوا الثلة يبقى دول أتباع نوح وأتباع موسى وأتباع عيسى وإحنا قلة يبقى كده احنا للدرجة الثانية. قال ألا ترون ألا تفرحون أن تكونوا شطر أهل الجنة. الأول كان ربع أهل الجنة وبعدين ثلث أهل الجنة كبر الصحابة شطر أهل الجنة كبر الصحابة ثلث أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا أمتي 80 صفا. الله أكبر. يا مرحبا هذه البشر يا مرحبا هذه البشر. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من الأتباع يعني. نعم. على سرر موضونة. موضونة يعني مشغولة بسبائك الذهب والزبرجد والفضة اسمها موضونة. السرير عالي. لا لا. مشغولة فيها شغل. تقول لك ده أنا جبت واحد من اللي بيعملوا الشغل ومش عارف البتاع ده سبحان الله. سبحان الله على رسول الله. متكئين عليها متقابلين. ما فيش واحد من قفاه للتاني زي المخرج الخيبات اللي يجيب اتنين يتكلموا واحد يا ابني اعطينا وجهك. سبحان الله العظيم لا اله الا الله. الحوار ده مهم سبحان الله. صحيح. كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المكان بين صحابته راى كل صحابي ان الرسول ما اهتم الا به. سبحان الله. المفروض هكذا هكذا توزع نظراتك على الجالسين ما تخص انسان بنظره.
على سرر موضونة مشغولة بالسبائك الذهب والمجوهرات متكئين عليها متقابلين. الاتكاء هذا يدل على الاسترخاء. وهذا استعمل القرآن الكريم في معظم آياته متكئين. متكئين لصنع أخرى. وذلك أنت دائما لما تقرأ عن الملوك في التاريخ أنه سبحان الله كيف اتكئ هكذا سبحان الله. يطوف عليهم ولدان مخلدون تنظر إليه. الوقت انتهى. طاف علينا. طيب خلاص خلاص ماشي. كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله لك في عمرك وفي علمك ونافع بك إن شاء الله. قبل الله منا ومنك أبونا. بارك الله في فضلاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان حتى نلقاكم في حلقة قادمة مع الوعد الحق والداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من